بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، اليوم هنبدأ معمل جديد، المعمل الرابع وهو التوتال وايت بلود سيل كاونت. بهذه المحاضرة رح نحكي عن أحد فحوصات السي بي سي، وهو عد كرات الدم البيضاء. بشكل عام فحص السي بي سي الكومبليت بلود كاونت يشمل مجموعة من الفحوصات، منها عد الوايت بلود سيلز، عمل تمايز لأنواع الوايت بلود سيل الخمسة، وبنسمي هذا الفحص وايت بلود سيل ديفرنشيال. يعني فحص السي بي سي اللي هو فحص عد الدم الكامل بيشمل عد الخلايا وهي كرات الدم البيضاء، بالإضافة لكرات الدم الحمراء الار بي سيز، وكمان هذا الفحص بيعطينا عد الصفائح الدموية البليتلتس. أيضا هذا الفحص بيعطينا فكرة عن نسبة كل خلية من خلايا الوايت الخمسة، اللي هي النيوتروفيل، الليمفوسايت، المونوسايت، الإيزينوفيل والبيزوفيل. عن طريق هذا الفحص كمان نقدر نحصل على قيمة الهيماتوكريت، وهي نسبة الار بي سيز بالنسبة للهولي بلاد. نسبة الار بي سيز بالنسبة للهولي بلاد نعرفها اللي هي 45%، لكن هنلاحظ انه هذه النسبة تختلف من شخص لآخر، كمان تختلف ما بين الفيميلز والميلز. فحنحسب لكل واحدة منكم او لكل طالب منكم اللي هي قيمة الهيماتوكريت، وحيكون له معمل كامل. فحص السي بي سي ايضا بيعطينا قيمة الهيموجلوبين كونسنتريشن بالجرام بير ديسيليتر. ايضا بهذا الفحص ممكن نحسب قيمة الام سي في اللي هي متوسط حجم الخلايا، نحسب قيمة الام سي اتش سي وهي تعبر عن متوسط الهيموجلوبين، تركيز الهيموجلوبين في كل خلية ار بي سيز. ايضا قيمة الار دي دبليو، وهذه البراميترز يا جماعة حتمر علينا في المعامل الجاية. ففحص السي بي سي، اي حد الدكتور بطلب له سي بي سي لازم هذا الفحص كنتيجة يكون يحتوي على جميع هذه البراميترز. تقريبا كم باراميترز؟ تقريبا 9 إلى 10 باراميترز، لانه في باراميترز هنا مش مكتوبة. تمام، من 9 إلى 10 باراميترز. هذا هو فحص السي بي سي. بالمختبرات يا جماعة بنشغل على جهاز، يعني مش شغل مانوال يدوي. الجهاز بيطلع لنا نتيجة السي بي سي خلال دقيقتين. تمام، بنسحب العينة، بنفوت العينة على الجهاز، والجهاز حيطلع لنا نتيجة السي بي سي تحتوي على نتائج جميع هذه البارامترز اللي ذكرتها. لكن لو أنا بدي أشغل مانوال، كل فحص بده تقريبا ساعة. يعني احنا بالمعمل بنشتغل ساعتين، خلال الساعتين ممكن نطلع قيمة الوايت. هذا لو انا بدي اشتغل مانيوال. وبالفعل احنا بمقدمة في التحاليل الطبية بنعطيكم الاساسيات، كيف كانوا زمان يشتغلوا عد الوايت، كيف بيعدوا الار بي سيز والبليتلتس. بسنة ثالثة في علم دم سريري حتاخدوا جهاز السيل داين والاجهزة اللي بتشتغل، اللي هو فحص السي بي سي، وبتطلع هذه النتائج خلال دقيقتين. بس لازم يا جماعة بهذا المساق نتعلم كيف عد الوايت، كيف عد الار بي سيز، كيف عد البليتلتس، كيف كل باراميتر من هذه البارامترز انا بفحصها بالمعمل. حيكون عندكم المعمل هذا اللي هو المعمل الرابع، هو العد الوايت. المعمل الخامس حيكون لعد الار بي سيز. المعمل حناخد السادس للهيموجلوبين، السابع للهيماتوكريت. المعمل الثامن حنحسب قيمة الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. اذا في غير الام سي اتش سي، في حاجة اسمها ام سي اتش. تمام، وحناخد ايضا غير فحص السي بي سي حناخد فحص الترسيب. كلها هذه الفحوصات حنشتغلها بشكل مانيولي. طيب ايش اهمية هذا الفحص؟ ليش الدكاترة بيطلبوا فحص السي بي سي؟ ايش اهمية هذا الفحص؟ اول شغلة
diagnosis of disease، الدكاترة بيستخدموه لتشخيص الأمراض، زي إيش؟ زي حالة الأنيميا. كيف الدكاترة بيعرفوا إنه هذا المريض عنده أنيميا؟ من قيمة الـ RBCs ومن قيمة الـ Indices of RBCs، لأنه الأنيميا بشكل عملي تعني إنه الـ RBCs count قليل، يعني عدد كرات الدم الحمراء في دم المريض قليلة، أو إنه الهيموغلوبين قليل، تركيز الهيموغلوبين أقل مثلا من 12 جرام بير ديسيليتر للفيميل، أو أقل من 13.8 جرام بير ديسيليتر للميلز. ففحص السي بي سي احنا بنشخص الحالات المرضية، الدكتور عن طريق هذا الفحص بيقوم بالفعل بتشخيص الحالات المرضية، زي الأنيميا اللي هي نقص في كرات الدم الحمراء، زي حالة البوليسايثيميا اللي هي زيادة في كرات الدم الحمراء. كمان هذا الفحص يا جماعة يستخدم لعد الوايت، واحنا عارفين الوايت اللي هي أحد خلايا جهاز المناعة، هي the cells of the immune system، هي خلايا جهاز المناعة اللي بتحارب ضد أي ميكروب بفوت الجسم. إذن هذا الفحص عن طريق عد الوايت بيعطي indication، مؤشر indicate the body ability to fight disease، هل بالفعل الجسم قادر على إنه يحارب الميكروبات ويدافع عن الجسم عن طريق عد الوايت. إذا العدد طبيعي فالمناعة عالية، وبالتالي الجسم قادر إنه يحارب أي ميكروب بفوت الجسم. لكن لو كان عدد الوايت قليل، معنى الكلام إنه المناعة منخفضة، وبالتالي هذا الجسم عرضة للإنفكشن وعرضة للعدوى. Monitor the effect of drug and radiation therapy، أهمية فحص السي بي سي إنه نشوف تأثير العلاج، وخصوصا الإشعاعات والراديشن ثيرابي أو أي علاج بيعطيه الدكتور للمريض. إذا الدكتور يا جماعة شخص المريض إنه عنده أنيميا وبدأ يعطيه كورس حديد، يعطيه حديد، لأنه في حالات من أنواع الأنيميا اللي هي زي أنيميا فقر نقص الحديد، لازم الدكتور يعطي المريض كورس حديد. فلو بدأ يعطيه حديد بعد المفروض شهرين يطلب فحص سي بي سي عشان يشوف هل البراميترز تحسنت ولا لا. لو بالفعل كانت الار بي سيز يا جماعة مثلا 2 مليون صارت 5 مليون، الهيموغلوبين كان 10 صار 12، هذا دليل يا جماعة لانه المريض بتحسن ومستجيب على العلاج. ففحص السي بي سي بنستخدمه فور مونيتورينج، للمتابعة هل بالفعل الدرج اثر على المريض ولا لا. خصوصا كمان الراديشن ثيرابي، العلاجات بالإشعاعات أو الكيمو ثيرابي، بنشوف إيش تأثيرها على المريض. آخر شغلة بأهمية فحص السي بي سي، indicator of the patient's progress in certain disease states like anemia، زي ما حكيت لكم هو monitoring وكمان following up، نشوف تأثير هل حالة المريض تتطور إلى الأحسن ولا تتطور من السيء للأسوأ. إذا نشوف the progression of disease، مدى تطور المرض ومدى تطور الحالة المرضية عند المريض، زي ما حكيت لكم تشخيص حالات الأنيميا، chronic infection، العدوى والالتهابات والالرجز، الحساسية، كمان أي مشاكل في الكلوتينج. ليش ركزنا على الأنيميا والكرونيك انفكشنز والالرجز والكلوتينج؟ لأنه إحنا مش بس بنعد RBCs، يعني بنشخص أنيميا وغيرها، لا، إحنا بنعد وايت، بالتالي بنشخص انفكشن والالرجي، وكمان بنعد بليتلتس، وبالتالي بنشوف هل المريض عرضة لكلوتينج ولا عرضة لنزيف. بهذا المعمل حناخد أول باراميتر من هذه البراميترز اللي خاصة بفحص السي بي سي، وهو عد الوايت بلود سيل. إذن بهذا المعمل فقط بدنا نعد خلايا الوايت بلود سيلز. في معلومات مرت علينا في المحاضرات السابقة حنأكد عليها. إيش تعريف الوايت بلود سيلز؟ عرفنا الوايت بلود سيلز سابقا اللي هي خلايا الليكوسايتس، خلايا جهاز المناعة، إذن هي cells of the immune system which defend the body، وحكينا وظيفتها انها تدافع عن الجسم ضد اي infectious disease and foreign material، ضد اي عدوى او اي foreign material بتفوت الجسم. تعريف جدا واضح وحكينا سابقا. طيب نحكي عن خصائص الوايت بلود سيل.
خصائص الوايت بلود سيل يا جماعة إنه أي جرم بفوت الجسم، أو سواء كانت بكتيريا، فيروس، سواء كان بارازايت، وظيفة الوايت بلود سيلز إنها تدافع عن الجسم ضد هذا الجرثوم، ضد هذا الجرثومة، أو ضد هذا الانفكشن، أو ضد هذه البكتيريا. لأنه خلايا كرات الدم البيضاء عندها الطرق اللي بتأهلها على إنها تدافع عن الجسم. أحد هذه الطرق إنه في أحد خلايا الوايت عندها قدرة على إنها تفرز أنتي بوديز وتصنع تنتج أنتي بوديز، أجسام مضادة، زي البي سيلز، خلايا البي سيلز أوف ذا ليمفوسايتس. هذه قادرة على إنتاج أنتي بوديز that will overpower the germ، بالفعل حتهاجم هذا الجرم. others will surround and devour the bacteria، في انواع من الوايت بلود سيلز بتحيط بالبكتيريا وبتقتلها، بتتخلص منها بطريقه اسمها الفاجوسايتوسيس. فاجوسايتوسيس. إذن من خصائص الوايت بلود سيلز، خاصية جدا معروفة للوايت، إنها بتدافع عن الجسم ضد أي ميكروب بفوت، إما عن طريق إنتاج الأنتي بوديز، رقم واحد. طريقة تانية إنها تحيط البكتيريا وتقتلها بطريقة اسمها فاجوسيتوسيس. الخاصية التانية يا جماعة للوايت إنها إلها short life cycle. طبعا مش كل انواع الوايت، يعني في وايت يا جماعه بتعيش ايام فقط، few days to few weeks. في انواع اخرى من الوايت حكينا بتعيش اشهر، months. تمام. اذا لها short life cycle باستثناء خلايا ممكن تعيش أشهر، حكينا months، وفي خلايا ممكن تعيش years، سنوات، زي الميموري سيلز، خلايا الذاكرة. الخاصية الثالثة للوايت، جميع خلايا الدم يا جماعة تنتج في البون مارو، لكن خلايا الوايت تتميز إنه إلها diverse types، إلها أنواع مختلفة، تنقسم لجرانيولوسايتس والجرانيولوسايتس الخلايا المحببة وهي ثلاث أنواع، والخلايا الأجرانيولوسايتس الغير محببة وهي نوعين، لكن جميعها تنتج في البون مارو من خلية أم اسمها مالتي بوتنت سيل إن ذا بون مارو، اسمها هيموبيتيك ستيم سيل. إذا جميع خلايا الدم تنتج من خلية أم اسمها هيموبيتيك ستيم سيل. هيموبيتك ستمسل، من الهيموبيتك ستمسل تنتج الوايت، وايت بلود سيل، ايضا تنتج منها الار بي سيز، وايضا تنتج البليتلتس. اذا جميع خلايا الدم تنتج في نخاع العظم البون مارو، وجميعها تنتج من خلية ام اسمها هيموبيتك ستمسل. وبعد ما تنتج من البون مارو تنتقل الى البريفرال بلود. اذا الليكوسايتس بعد ما تنتج في البون مارو تنتقل من البون مارو الى البريفرال بلود، وفي انواع يا جماعه ممكن الاقيها في الليمفاتيك سيستم، ممكن الاقيها بتعيش في الدم، موجوده في الدم، وممكن الاقيها في موجوده في الجهاز الليمفاوي. هذه جميعها خصائص الوايت. هذه جميعها خصائص الوايت بلود سيلز. حكينا لحتى الآن أربع خصائص، نكمل بخصائص الوايت. طبعا اتفقنا إنه الوايت بلود سيلز اسمها الليكوس، خلايا الليكوسايتس، لسه سموها وايت بلود سيلز. هلا لما إحنا سحبنا دم وحطيناه في أنبوبة، حكينا إنه الوايت بلود سيلز بعد ما نفصل العينة، وين موجودة الوايت؟ هاي أنبوب الدم فيها دم. بعد الفصل طبعا لما فصلنا الدم الهولي بلود، طبعا بعد ما حطينا في أنبوبة فيها مادة مانعة للتجلط وعملنا سنترفيوجيشن، فصلنا العينة، حكينا في المحاضرات السابقة رح نحصل على ثلاث طبقات. أول طبقة اللي هي بتمثل 55% من البلود
فيها بلازما. الطبقة الثانية اللي هي أقل من 1% هذه فيها وايت وبليتلتس وسميناها البافي كوت. حتلاحظوا إنه لونها كريمي، لونها شبه الكريمة لأنه مليانة بليتلتس وايت، عشان كده يا جماعة سمينا الوايت بلد سيلز وايت بلد سيلز، الكرات الدم البيضاء، لأنه بالفعل هي ماخدة اللون الأبيض الوايت اللون الكريمي موجودة في طبقة البافي كوت، بعكس الار بي سيز. الار بي سيز ليش سميناها كرات دم حمراء؟ لأنه الار بي سيز فيها البروتين الهيموغلوبين اللي بيعطيها اللون الريد، اللي بيعطيها اللون الأحمر. إذا ليكو ككلمة، ليكو يعني وايت، ليكو يعني وايت، سايت يعني السل. طبعا ليكو بالجريك Greek word، ليكو تعني وايت وسايت أقصد بها سل. طبعا الوايت شكلها راوند كروي، ماخد اللون الأبيض لأنه ما فيش فيها هيموغلوبين، إذا لا هيموغلوبين. فيها نيوكلياس، جميع أنواع الوايت يا جماعة فيها نيوكلياس وفيها ميتوكوندريا، وعادة متحركة بالأقدام الكاذبة، تشبه حركة الأميبا، حتى من كتر ما هي بتتحرك بيقولوا زي كأنه إلها أقدام كاذبة، الديابيديسيس. تمام، كان سيكويز ثروس كابيلاري وولز، ممكن تتحرك وتوصل للكابيلاري وولز بحركة الديابيديسيس. هذه أيضا من خصائص الوايت، لونها ما فيش فيها نواة ولا ميتوكوندريا، ما فيش فيها هيموغلوبين، متحركة. ليش متحركة؟ عشان توصل للبكتيريا وتتخلص منها باي فاجوسايتوسيس. الوظيفة الأساسية للوايت بروتكشن، هي الريسبونسبل فور ديستروينج فورين سبستانسز، بتدمر الفورين سبستانسز. بيشبهوها بالسانيتاري انجينيرز، مهندسين النظافة. بالفعل هي بتنظف الجسم من الديد سيلز، من الخلايا الميتة، من البقايا الأنسجة، لأنه هذه الأنسجة والخلايا الميتة لو تراكمت في الجسم ممكن تعمل مشاكل. فالوايت بلود سيلز وظيفتها تعمل بروتكشن للجسم عن طريق إنتاج الأنتيبوديز وعن طريق التخلص من البكتيريا باي فاجوسيتوسيس. هل كل الخلايا فاجوسيتيك؟ لا، الجرانيولوسايتس الخلايا المحببة بالإضافة للمونوسايتس هي فاجوسيتيك سيلز. إذا كل جرانيولوسايتس، بقصد النيوترو والبيزوفيل والإزينوفيل بالإضافة للمونوسايت اللي هي أجرانيولوسيتيك، تعتبر فاجوسيتيك سيلز، يعني تتخلص من البكتيريا بعملية اسمها الفاجوسيتوسيس. Phagocytes attract to the. طب كيف الفاجوسايتس يا جماعة بتعرف إنه هذا المكان فيه بكتيريا؟ أو attracted to the areas of infection، عن طريق بواد تفرز يا جماعة في هذه المنطقة اسمها chemotactic substances، اللي بيخلي الخلايا جهاز المناعة توصل للمكان اللي فيه infection، فيه التهاب. وبالفعل في مواد جاذبة بتخلي هذه الفاجوسيتيك سيلز توصل لهذا المكان، اسمها الكيموتاكتيك سبستانسز. طبعا لما تاخدوا مساق مايكروبيولوجي حتى هذه المصطلحات راح تاخدوها بالتفصيل، وكمان حتاخدوها بمساق مناعة بمساق المناعة والأمصال. أنا بهمني نعرف وظيفة الوايت بلود سيلز، يكفينا المعلومات الموجودة في هذه الشريحة، مش هناخد حاجات زيادة. إحنا لما بنحكي وايت بلود سيلز نبدأ بالجزئية العملية، فإحنا بنقصد إما العدد الكلي للوايت، هما فحصين توتال وايت، هذا خاص بفحوصات الوايت بلود سيل وأحد البراميترز في سي بي سي. إذن عشان نعد وايت لازم نعمل فحص اسمه Total White Blood Cells، اللي هو بيقيس لي العدد الكلي لجميع خلايا الوايت في الجسم، وهذا المطالبين فيه بمعملنا اليوم اللي هو المعمل الرابع. هلأ في معمل حناخده بنهاية الفصل اسمه Differential Count،
هذا حناخده بعد ما نتعلم نعمل بلود فيلم، مسحة للدم. ايضا من الفحوصات اللي خاصة بالوايت، اذا في فحصين حناخدهم، المعمل الرابع هذا حناخد توتال وايت اللي احنا فيه، وحناخد معمل لقدام اسمه الديفرنشيال كاونت. ايش بفرق التوتال عن الديفرنشيال؟ زي ما حكيت لكم، التوتال انه نحسب العدد الكلي للوايت في الجسم، تمام، في الدم، نحسب العدد الكلي للوايت في الدم. طيب ايش الديفرنشيال؟ الديفرنشيال انه نقيس البرسنتج، انه نقيس نسبة كل خلية من خلايا الوايت الخمسة. طيب ايش هم خلايا الوايت الخمسة؟ الجرانيولوسيتيك، الخلايا المحببة، وبقصد فيها النيوتروفيل والإزينوفيل والبيزوفيل، والنان جرانيولوسيتيك اللي هي الليمفوسايتس والمونوسايت. طبعا بفرق ما بينهم عن طريق شكل الخلية، شكل نواة، حجم الخلية، بالإضافة هل فيها جرانيولز أو لا. يعني الخلية اللي قدامكم هذه أصغر أنواع الوايت، اسمها ليمفوسايت، وتعتبر أجرانيولوسيتيك، ما فيش فيها حبيبات. المونوسايت أكبر أنواع الوايت، شكلها مخدة الشكل النواة، مخدة شكل الكلية كمان، غير محببة. آخر ثلاث خلايا هدول الجرانيولوسيتيك، مليانة الخلية حبيبات، أول واحدة نيوترو بيزو إزينوفيل. إذا عندنا خمس أنواع للوايت، موجودة الخمس أنواع بنسب معينة في الجسم. أكتر نسبة للنيوترو بتيجي بعدها الليمفوسايت، بعد الليمف المونو، بعد المونو الإزينو، بعدها البيزوفيل. هلأ عشان نجيب نسبة كل خلية من هذه الخلايا لازم نشتغل فحص البلاد فيلم، وبعد كده نشتغل ديفرانشيال كاونت. هذا حناخده بالمعمل العاشر والحداش. إذن هذا حنأجله للمعامل الأخيرة في الفصل. أنا بهمني بهذا المعمل أعرف كيف أحسب العدد الكلي للوايت، اللي هي تعتبر the major component، اللي هي تعتبر خلايا جهاز. إذن نعرف إيش يعني total white blood cell كفحص. تعريف total white blood cell هو the total number of leukocytes in a volume of blood expressed 1000 per microliter. إذا اليوم بدنا نحسب العدد الكلي للوايت بلاد سيلز للليكوسايتس في حجم معين في الدم، في حجم معين في الدم. هلا يا جماعة احنا حنحسب العدد الكلي لكرات الدم البيضاء in a volume of blood. الوحدة اللي حنستخدمها لعد الوايت بلاد سيلز هي الالاف بير مايكروليتر، إذا 1000 بير مايكروليتر، أو ممكن نكتبها بهذا الشكل. أي عدد بطلع لنا اليوم بالمعمل حنضربه بعشرة أس ثلاثة بير مايكروليتر. ضروري يا جماعة هذه الوحدة، إذا عدد الوايت حنحسبه بالآلاف بير مايكروليتر. الطريقة اللي حنشتغلها اليوم هي المانيوال ميثود، هي الطريقة العملية المانيوال، حنشتغلها بطريقة يدوية. طبعا هل هذا الكلام بقدر اشتغله بطريقة تانية؟ يس، عن طريق الاوتوميتد سيل كاونترز. كل المستشفيات والمختبرات الخاصة بيشتغلوا هذا الفحص على الاجهزة اليوم اوتوميتد، والنتيجة بتطلع خلال دقيقة لدقيقتين. طيب هل عدد الوايت بلاقيه نفسه عند الذكور نفسه عند الاناث ولا بيختلف؟ طبعا يختلف، كمان عند الاطفال يختلف. أول ما بنولد البيبي يا جماعة عدد الوايت بيكون عالي، تقريبا من 9000 ل 30000 بير مايكروليتر. بعد أسبوع حتلاقوه بقل من 5000 ل 21000، بعد شهر حلاقيه من 5000 ل 19500، من سنة حلاقيه 6000 ل 17000، سنتين أيضا العدد بقل من 6000 ل 17000. الأطفال اللي هم أكبر من سنتين والبالغين هتلاحظوا أنه عدد الوايت من 4.8 ل 10.8 ألف بير مايكروليتر. إذا بدنا ننتبه عدد الوايت يختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية تانية. حنحفظ احنا يا جماعة العدد في مرحلة النيوبورن مطالبين فيه،
نعلم عليها إيش المطالبين فيه، العدد في مرحلة النيوبورن، وكمان آخر حاجة اللي هو العدد في مرحلة الشايلد والأدلت. إذن في النيوبورن لسه مولود جديد بيكون من 9000 لـ 30000، ومرحلة الطفولة يعني أكتر من سنتين، والأدلت سواء كان ميل أو فيميل بيكون 4.8 لـ 10.8 ألف بير مايكرو لتر. إيش بقصد أنا بهذا الرينج؟ يعني لو أخذنا هذا الرقم، يعني أنا لو اشتغلت لمريض وطلع عدد الوايت مثلا 5000، طبعا أدلت 5 × 10 = 3 بير مايكرو لتر. طيب إذا أنا بحكي عن أضل طلع 5000، إذا العدد نورمال، لأنه الرينج الطبيعي ما بين 4.8 لـ 10.8 ألف. طيب لو أنا اشتغلت لمريض تاني كم لأضلت طلعته 30000. 30000 يا جماعة لأضلت عالي، وبسمي الحالة ليكوسيتوسيس، تمام؟ زيادة في عدد الوايت بلود سيل أكتر من الرينج الطبيعي بسمي الحالة ليكوسيتوسيس. طيب لو طلعتها 2000 × 10 = 3، يعني العدد قليل، 2000 يعني ليكوبينيا، يعني نقص في عدد الوايت بلود سيل. إذا اليوم بدنا نعد توتال وايت، وبدنا نعرف، مش بس بدنا نعد، اليوم لازم نتعلم نشخص كمان، نعرف هل العدد بالرينج الطبيعي ولا العدد قليل ولا في زيادة في عدد الوايت. طبعا حنسمي الزيادة ليكوسيتوسيس. طبعا انتوا اخذتوا مصطلحات سيتوسيس بنضيفها في حالات الزيادة في يعني في elevation او في increasing في العدد. إذا ليكوسيتوسيس هي حالة تعبر عن الـ elevation of the number of white blood cells. بدنا نعرف الحالات اللي بالفعل بلاقي عدد الوايت عالي. من الحالات يا جماعة اللي بلاقي فيها عدد الوايت عالي؟ البكتيريال انفكشن، التهابات البكتيرية زي الابندسايتس، التهابات الزائدة الدودية، تونسيلايتس، التهابات اللوزتين، الألسرز، التقرحات، واليورينري تراكت انفكشن، التهابات المسالك البولية. بدنا ننتبه كل الالتهابات البكتيرية طبعا باستثناء بعض الأنواع في حلقة فيها ارتفاع في عدد الوايت. في انفكشن، في بكتيريا موجودة في الجسم زي الالتهابات الزائدة الدودية، التونسيلايتس، التهابات اللوزتين، التقرحات، التهابات المسالك البولية، حلق الوايت عالية. في لأنه الجسم بده يدافع عن نفسه، تمام؟ سرطانات الدم، اللوكيميا، بلاقي الوايت فيها عالية. ثلاثة، during late pregnancy، في الحمل يا جماعة بالأشهر الأخيرة حتى بعد الولادة، تمام؟ during labor. ليش في الحمل في الأشهر الأخيرة وحتى الولادة الوايت بتزيد؟ لأنه يا جماعة الست بهذه المرحلة بدها تولد، الجسم بيستعد لهذه المرحلة. كيف الوايت بتزيد؟ لأنه حيصير جرح، الولادة تعني سيرجري، جرح، حتصير جراحة ممكن تكون بشكل طبيعي أو بشكل قيصري، فلازم الجسم يستعد عشان خوفا من حدوث اللي هو انفكشن. في حلق الوايت يا جماعة بتزيد في هذه المرحلتين. هيموليتيك ديسيز اوف ذا نيوبورن، طبعا وهذه الحالة بتنتج عن اختلاف الفصائل ما بين الام والبيبي، خصوصا الار اتش عندما تكون الام نيجاتيف والبيبي بوزيتيف. فولوينج اكسرسايز افتر ميلز اند كولد باث، مش شرط يا جماعة في الحالات المرضية، الوايت بتزيد بعد الرياضة، بعد الوجبات، كمان لما ناخد حمام بارد. emotional stress في الضغوطات النفسية. people who have had splenectomy، كمان الأشخاص اللي بيشيلوا الطحال. الطحال يا جماعة هو وظيفته انه مقبرة الخلايا، اذا ان شاء الله الطحال الخلايا حتزيد،
ما فيش مكان بيتم التخلص فيه من الخلايا. هلا الوايت زادت، ايضا خلايا تانية بتزيد، لكن بعد الاكتومي يعني استئصال، بعد استئصال الطحال حلاقي من اكتر الخلايا بتزيد هي الوايت بلود سيل. نحكي الان عن الحالة الثانية، لو طلع عدد الوايت اقل من 4000 بسمي الحالة ليكوبينيا. ليكوبينيا، اذا الليكوبينيا اقل من 4.8 ضرب 10^3 بير مايكروليتر، بقصد فيها الديكريزينج في عدد الوايت. ايش الحالات اللي بالفعل بلاقي فيها الوايت قليلة؟ الفيرال ديسيز، الامراض الفيروسية زي الميسلز الحصبة والانفكشوس هيباتيتس التهابات الكبد الوبائي. معظم يا جماعة العدوى الفيروسية بتكون فيها نقص في عدد الوايت. Some bacterial infection، حكينا قبل شوية العدوى البكتيرية بيكون فيها leukocytosis، لكن في استثناء في بعض البكتيريال infections بلاقي فيها ليكوبينيا، يعني نقص في عدد الوايت، زي typhoid fever سمعتوا أكيد في حمى التيفويد، brucellosis حمى البحر الأبيض المتوسط، typhus fever حمى التيفوس، هذه سببها بكتيريا جميعها وبلاقي عدد الوايت فيها قليل. بروتوزوال انفكشن، العدوى اللي سببها ديدان وطفيليات زي الملاريا والهيلمنثز، واقصد فيها الديدان. روماتويد ارثريتس التهابات المفاصل، ليفر سيروسيس تليف الكبد، انافلاكتيك شوك نوع من انواع الحساسيه، سيستميك لوبس اريثروميتس اللي هو مرض الذئبة الحمراء اللي هو الاس ال اي، بعد اخذ العقاقير والجرعات الكيماوية والاشعاعات، سيفير ايموشنال اور فيزيكال ستريس، ايضا بعض الضغوطات النفسية والفيزيكال الفيزيائية، ايضا بلاقي عدد الوايت يقل. اذا في حالات السيفير ايموشنال اور فيزيكال ستريس بعد الكيما، بتعرفوا بعد العلاج الكيماوي الدكتور بيحكي انه مناعة المريض انخفضت او عدد الوايت انخفض، لانه بالفعل العلاج الكيماوي بدمر الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية. اذا احنا عندنا اليوم مصطلحين لازم نحفظ، ايش يعني ليكوسايتوسيس، ايش يعني نفهم ايش يعني ليكوبينيا، ونحفظ الحالات الخاصة بكل مصطلح من هذه المصطلحات. نبدأ الآن بالجزئية العملية، هيك بنكون خلصنا النظري، نبدأ الآن بالجزئية العملية. إيش مبدأ وفكرة هذا الفحص؟ اليوم إحنا بدنا نعد white blood cell. أي فحص حناخده يا جماعة إله principle، يعني مبدأ وفكرة عمل. اليوم بدنا نشتغل يا جماعة عشان نعد white، بدنا نسحب عين الدم إما بطريقة الكابيلاري أو بدنا نسحب اللي هو دم من الفينوس، وإحنا بنفضل يا جماعة عادة دم الوريد الفينوس لفحوصات السي بي سي ولعد الخلايا، لأنه كنتيجة الفينوس أدق من الكابيلاري، لأنه حكينا سابقا دم الكابيلاري هو مصدر ودم شرياني أكتر مش وريدي. دم الكابيلاري انا بستخدمه للفحوصات، او لو انا بدي كميات بسيطة اوكي، لكن ممكن لمسح الدم، ممكن لفصائل الدم، لكن اذا انا بدي اعمل سي بي سي يفضل يا جماعة فينوس بلاد موضوع يا جماعة في انبوبة تحتوي على انتيكو اجولانت، وافضل انتيكو اجولانت لفحوصات السي بي سي هو الايديتا. اذا اليوم حنسحب عين الدم من الوريد المفروض، ونحطها في أنبوبة تحتوي على أنتيكو أجولانت مادة مانعة للتجلط، وحكينا أفضل حاجة الإيديتا لأنه الإيديتا بتحافظ على الخلايا شكلها حجمها، بتدوب بسرعة مع الدم لأنه معظمها بوتاسيوم هو تراي بوتاسيوم، بسرعة بيمنع التجلط عن طريق اللي هي سحب الكالسيوم من الدم المهم في عملية التجلط. طيب بعد ما نسحب العينة، انا مش هحكي الخطوات، لكن احنا مش هنشتغل على العينة مباشرة، هنعمل لها ديليوشن. تمام،
حنخفف العينة. إذا مبدأ وفكرة الفحص إني حشتغل على عينة دم مخففة، حضيف عليها ديلوانت يعني مخفف. طبعا هذا الديلوانت حضيفه على العينة، حضيفه على جزء من العينة باستخدام، طبعا قديما كانوا يستخدموا بايبت معينة للتخفيف اسمها ثوما بايبت، حفرجيكو شكلها اللي هي هاي. هذه الثوما بايبت كانوا يستخدموها لتخفيف العينة. فور وايت طبعا في منها نوعين، في بايبت خاصة بالوايت بلود سيل كاونت، وفي بايبت خاصة بالار بي سيز كاونت، طبعا بالتدريج تختلف. اللي خاصة بالوايت الوايت بايبت تبدأ من نص واحد نهايتها 11، الار بي سيز بايبت تبدأ نص واحد ونهايتها 101. طبعا تختلف شوية بالتخفيف، حنحكي عن هذا الكلام لما نبدأ بجزئية التخفيف. اذا فكرة الفحص العد الوايت اني انا مبدئيا حسحب عينة الدم، هحطها في انبوبة تحتوي على مادة مانعة للتجلط، حكينا هي الايديتا. بعد ما نسحب عينة الدم حنخفف العينة بديلوان بمخفف باستخدام الثوما بايبت. هلا ايش وظيفة الديلوانت اللي انا بدي اضيفه على عينة الدم الهولي بلود؟ بدنا ننتبه يا جماعة، احنا اليوم مش هنستخدم جهاز السنتريفيوج، يعني احنا فقط بدنا نخفف ونشتغل مباشرة، تمام؟ بدنا نسحب العينة نخففها، بعد كده حنشتغل مباشرة على العينة المخففة، تمام؟ اذا مش هنستخدم اليوم جهاز السنتريفيوج، انا ما بدي افصل العينة، هشتغل اليوم على هولي بلود. هلا المخفف اللي انا استخدمته ايش وظيفته؟ اول شغله حيكسر الار بي سيز. الديلوانت مش اي ديلوانت لازم استخدم، لازم استخدم ديلوانت يكون قادر على لايسز ذا اريثروسايتس، يكسر الار بي سيز، لانه اليوم معملي الهدف اني اعد وايت مش ار بي سيز، فاليوم بدي اكسر جميع الار بي سيز. رقم اثنين، الديلوانت هذا كمان له وظيفة أخرى، هو بريزيرف ليكوسايتس أند بليتلتس، هو بحافظ على كرات الدم البيضاء وبحافظ على الصفائح الدموية. الوظيفة أخرى إنه بيصبغ نواة استين النيوكليوس أوف وايت. اذا الديلوانت اللي حستخدمه اليوم حيكسر الار بي سيز، حيحافظ على خلايا الدم كره الدم البيضاء، حيحافظ على البليتلتس، لكن حيصبغ لي نواة الوايت اللي انا حعدها. هلا الدم المخفف بعد كده ححطه على تشامبر، حنشوف شكلها كمان شويه، هي اللي حعد عليها كرات الدم البيضاء، واسم التشامبر هذا الهيماتوسيتوميتر تشامبر. جدا يا جماعه هذا البرنسبل مهم. اذا الجهاز اللي حعد عليه الوايت، طبعا انا اليوم حستخدم للعد ميكروسكوب، لكن وين الدم انا بدي احطه؟ ححطه على التشامبر اللي اسمه هيماتوسيتوميتر تشامبر، نشوف شكله. اذا اتفقنا هذه ثوما بايبت، هذه حخفف فيها الدم. طبعا احنا هذه قديما كانوا يستخدموها، احنا حنستخدم بايبت تانية في المعمل، وهذا هو شكل الهيماتوسيتوميتر تشامبر. هذا الهيماتوسيتوميتر تشامبر حنستخدمه، حنحط الدم عليه المخفف، الدم المخفف حنحطه على هذا التشامبر في اماكن معينة، وبعد كده حنستخدم هذا الدم، حنستخدم هذا التشامبر ونعد الخلايا باستخدام جهاز الميكروسكوب. اذا اليوم المفروض نتعلم كيف نخفف العينة، كيف نتعامل مع التشامبر، وكمان كيف نتعامل مع جهاز الميكروسكوب. اذا ارجع تاني احكي المبدأ هيك على السريع قبل ما ابدأ بجزئية تانية. فكرة عمل هذا الفحص، حسحب يا جماعة دم اما عن طريق الكابيلاري او الفينوس، طبعا
احنا حنشتغل بالمعمل حنسحب دم من الوريد. هذا الدم حنحطه في هو انتي كواجوليتد بلاد، في نص بلاد يعني دم مسحوب من الوريد وموضوع في انبوبه تحتوي على انتي كواجولانت، ماده مانعه للتجلط. وحكينا حنستخدم انبوبه الايديتا، الانبوبه اللي لونها موف اللي فيها ايديتا لتراي بوتاسيوم. طبعا افضل انبوبه حكينا للسي بي سي. طيب بعد ما نسحب العينه، هذه العينه بدنا نخففها بمحلول اسمه ديلوانت. حناخد جزء من العينه اللي سحبناها وجزء من الديلوانت، حنحكي قديش كمان شويه. هذا الديلوانت له ثلاث وظائف، هو بكسر خلايا الار بي سيز، انا مش هعدها اليوم، لكنه بحافظ لي على خلايا الدم البيضاء وكمان بحافظ لي على الصفائح الدمويه. حكينا له وظيفه ثالثه انه بيصبغ الديلوانت في صبغه، في بنحط فيه صبغه، هذه الصبغه بتصبغ النواه الوايت عشان اتعرف على الوايت. اكثر حاجه بتميز الوايت عن باقي الخلايا الار بي سيز والبليتلتس وجود النواه، فانا لو صوغت النواه من السهل اشوفها تحت الميكروسكوب. طيب هلا الدم بعد ما خففناه وين حنحطه؟ حنحطه على قطعه اسمها هيماتوسايتوميتر تشامبر. شفنا صورتها بالشكل هذا، هاي التشامبر. بعد ما احط الدم على التشامبر، طبعا بحطه على التشامبر في مكانين، هذا المكان وهذا المكان. هاخد هذا التشامبر وابدا بعد الخلايا تحت جهاز الميكروسكوب، تمام، باستخدام جهاز الميكروسكوب. اذا هذا شكل الهيماتوسيتوميتر تشامبر. طبعا بالصوره في عندنا صوره للبايبتس، هذه اسمها ثوما بايبت. طبعا في ثوما بايبت حكينا خاصه بعد الوايت، وفي ثوما بايبت خاصه بعد الار بي سيز. طبعا هي مدرجه، ايش بتفرق البايبت اوف وايت عن البايبت اوف ار بي سيز؟ بالتدريج، واحده بتبدا نص واحد بعدين 11 واحده والثانيه تدريجها نص واحد 101. طبعا كل ثوما بايبت اللي باللون الاحمر هي للار بي سيز، وباللون الابيض حتلاقوا جوا في زي خرزه بتكون لون ابيض، هذه خاصه بالوايت، واللي باللون الاحمر بتكون خاصه بالار بي سيز. طبعا الثوما بايبت بتكون بطرفها رابر ساكينج تيوب، تيوب مطاطيه يوضع في نهايتها طبعا تبس لسحب الدم او سحب الديلوانت. طبعا هذا الهيماتوسيتوميتر تشامبر، طبعا هذا الصندوق تبعه، وهي شكل الهيماتوسيتوميتر تشامبر اللي بنحط عليه الدم المخفف. هذه من الادوات اللي حنستخدمها بمعملنا لليوم. طبعا حنتعرف على جميع الاكويبمنتس والعملي خلال هذا الموضوع. زي ما اتفقنا العينة اللي حنشتغل عليها اليوم هي إيديتا أنتي كواجوليتد بلاد. طبعا أوركابيلاري بلاد إز بريفيرد، يعني إما نوع العينة كابيلاري أو فينوس بلاد. طبعا وأفضل أنتي كواجولانت إيديتا. بالمعمل طبعا إحنا حنسحب فينوس بلاد دم وريدي ونحطه في أنبوبة إيديتا. طيب حكينا من الحاجات المهمة في معملنا انه حنستخدم ديلوانت مخفف. الديليوتينج فلويد اللي حنستخدمه، كانوا زمان يستخدموا اسيتيك اسيد بتركيز 2%، بنفع يا جماعة. بدنا نحفظ الثلاثة واحنا حنستخدم اخر نوع، تمام. اذا ممكن نستخدم 2% اسيتيك اسيد كمخفف لعد الوايت بلاد سيل. اذا مهمة انواع الديليوتينج فلويد، رقم واحد اسيتيك اسيد بتركيز 2%، ممكن نستخدم HCl بتركيز 1% in distilled water. النوع الثالث تيرك سوليوشن. تيرك سوليوشن مكوناته كالتالي، يحتوي على جليشيال اسيتيك اسيد، يحتوي على اكواس جينتيان فيوليت 1% في صبغة، و 100 ميل distilled water. هذه المكونات حفظ. اذا هذا اخر نوع هو اللي حنشتغل عليه. اذا كانوا يستخدموا 2% اسيتيك اسيد او 1% HCl،
وكمان ممكن نستخدم تيرك سوليوشن اللي بيتكون من جليشيال أستاتيك أسيد، يتكون من صبغة الجنتيان فاليوليت بالإضافة لديستيلد ووتر، مية مقطرة. أستاتيك أسيد يا جماعة حكينا وظيفته، هو اللي بيكسر الار بي سيز. كمان يا جماعة بحافظ على الوايت والبليتلتس حكينا، تمام. كمان يا جماعة بدوب الجرانيولز اوف وايت. الوايت اللي فيها جرانيولز محببة حلاقي الجرانيولز بتدوب باستخدام الاستيك اسيد، تمام. اللي بيبقى هو فقط النواة. الوايت اللي حنشوفها بغض النظر نيوترو لينف مونو بيزو او ازينو جميعها حتصير غير محببة، لانه الاسيتيك اسيد حيدوب كمان الجرانيولز اوف وايت. اذا هو بكسر الار بي سيز وبدوب الجرانيولز اوف وايت، بحافظ على الوايت نفسها ونواتها وبحافظ على البليتلتس. ليش الصبغة موجودة فيه؟ لانه تصبغ نواة الوايت، وظيفة الصبغة انها تصبغ نواة الوايت. حكينا نكمل بالأدوات والمواد اللي لازم تكون عنا. حكينا لازم يكون عنا محلول للتخفيف. حكينا حنستخدم ثالث نوع اللي هو التيرك سوليوشن، اللي هو التيرك سوليوشن. مطلوب منكم تحفظوا المكونات التيرك سوليوشن هيو، وظيفة التيرك سوليوشن طبعا هو اللي حنستخدمه في هذا المعمل. حكينا في عنا ثوما بايبت، حنزل لكم فيديو لطريقة استخدامها في عد الوايت وفي عد الار بي سيز. طبعا احنا بالمعمل حفرشكم اياها، لكن مش هي اللي حنخفف فيها، في بايبت تانية مختلفة حنزل لكم إلها فيديو كيف طريقة استعمالها، هي اللي حنستخدمها لتخفيف العينة. طبعا احنا اليوم حنعمل تخفيف 1:20، حنتعلم كيف نعمل تخفيف 1:20 للدم باستخدام التيرك سوليوشن. من الادوات اللي حنستخدمها الهيماتوسيتوميتر تشامبر، شفنا شكله بسلايد 15، وحنستخدم كفر سليبس اللي هي الشرائح الصغيرة اللي بحطها فوق السلايدات او فوق التشامبر. لازم يكون عندنا جهاز ميكروسكوب، لازم يكون عندنا وايبس، شاش وقطن. يفضل شاش مش قطن، لانه القطن بطلع الياف، انا بديش حاجة تلوث لي الشامبر، فيفضل جوز او وايبس اللي هو شاش. كمان بدنا الكحول بادز، بدنا الكحول وشاش عشان اللي هي تنظيف للتشامبر نفسه. للتشامبر بدي انظفه قبل ما استخدمه. هذه بالنسبة احنا بديت بالعملية مبدئيا، حكيت عن الفكرة ومبدأ عمل عد الوايت، حكينا عن العينة والادوات والديليوانت، شفنا صور البايبتس والتشامبر، تمام. حنكمل بالعملية، نشوف كيف طبيعة التشامبر، كيف بدنا نعد عليه، كيف بدنا نعمل ديليوشن. حكمل بالفيديو الثاني بالجزء التاني.